بسم الله الرحمن الرحيم. نظم الكواكب العوالي في السند العالي، نظم فاضلة الإمام الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الصمدي، وصليا على النبي السندي محمد والآل والأصحاب، وتابع وناقل الكتاب، لا سيما الأعلون منهم سندا، إلى النبي العربي أحمدا. بيني وبينه حظيت من أولا بسبعة من بعد 20 علا، فقد تلقيت عن العلام وحنف النشر على التمام. فأول عن شيخه الوقوري سعيد الضرير عن عجوري، فالجوهري فمصطفى الميهي، فسالم النبتيت فالبدري، وحنفي عن خليل يدري، فالمتولي فاتهام الدري، فسلم نهدى عن العبيد، فالسيد البدري فالأفندي، فالبقري محمد وذا علا، اليمن بن شحاذة تلا، وهو عن السنابطي فيما قدري، عن أحمد الأسيوطي فابن الجزري، عن ابني الجندي والبغدادي، هما عن الصائغ للرشادي، عن الكمال ذا عن الكند ثبتي، عن سبت خياط من الكفاية، على أبي محمد البغداد عن وصاحفي، عن أبي طاهر زك، عن أحمد الأشنان عن عبيدهم، عن حفصهم عن عاصم كما علم، فالسلمي وزر والشيباني، عن ابن مسعود بلا بهتان، فالسلمي وزر عن عثمانا، وعن علي هكذا أتانا، والسلمي أيضا عن ابن ثابت، وعن أبي وجميع الخمسة، على رسول الله عن جبريل، عن اللوح، عن منزل القرآن، عن وصل ربي مع تسليما نبينا والآل ما تال تلا، وعم إبراهيم بالإمداد، وصله كالآباء والأجداد، فإنه مقصر في طاعتك، والمذنب الطامع في مغفرتك، فامنن بعفو منك والعافية، دين والدنيا وفي الآخرة.